فرصه غير باش كونجي من انا من اهل الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج فرنسا لا كوت دازور، جيت وتحت لي الفرصه وبنيتي بانني نحضر في هذه المناسبه. ديجا اولا كنقول بان هذه الاغنيه من كنسمعها وانا خارج الوطن كتهز لي واحد الاحساس. صوت الحسن ينادي الله يرحمه، انسان عظيم، بقى مؤرخ في التاريخ. ديجا il empêche le monde de dormir, les autres dirigeants du monde entier, il les empêche de dormir par sa politique, par sa, voilà, par ce, son bras de fer. Voilà, donc c'est la force. On a juste très contente, voilà, de venir et d'assister, voilà, et d'assister à cette fête, à cet événement. Quel mshamil la yarhamou, bon, ami, quel mshamil la yarhamou, voilà. ما انا كنت مازال صغيره دونك ما عقلاش شنو حكى، ولكن المسيره عقلت عليها. كنت مازال كنقرا في الكوليج وعقلت عليها، وكانت فعلا واحد الفتره تري موفمونتي. كلشي وي كلشي كان كيتحمس باش يمشي، كلشي كان كيتحمس في هذيك المناسبه باش يبينوا الوطنيه ديالهم المغربيه ديالهم اللي كانت نفتخروا بها على طول العمر. كان انسان عظيم، بقى مؤرخ وكل شيء كيناشد به، وانا دائما كنكون في الفيسبوك وكنشوف الناس اش كيقولوا عليه. وقال واحد الكلمه الله يرحمه، انا دائما كنقولها بانني مازال خدامه ودائما كنقولها لمي كوليك، وهي قال اون فرونسي il faut jamais présenter des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. بالحق انه يوم عظيم، يوم يذكرنا ب المسيرة الخضراء، المسيرة الغراء التي خطط لها العاهل المغربي الحسن الثاني رحمه الله تبارك وتعالى، وكانت من أعظم الذكريات المغربية. فالدور ديالي كنقدم واحد التهاني للشعب المغربي بهذه المناسبة اللي كتذكرنا بأعظم حدث جلل، اللي هو المسيرة الخضراء اللي تطوع لها المتطوعين من جميع أقاليم المملكة والجهات، واللي كان العدد ديالهم كينحصر في 350 ألف من الشباب والرجال والنساء، وكان كل طبيعة الحال كان هاد الشباب كله عنده واحد الغاية يحققها، وهو أن يطأ تراب الصحراء المغربية التي كانت مسيرة قرآنية يشهد لها التاريخ بالعظمة والإجلال. شدينا المشعل من المسيرة الخضراء في 75، جندنا ومنا بالكلام ديال المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، تلقينا التعليمات ديال الخطابات ديالو في المسيرة الخضراء، فاش قال المسيرة إن الإسبان شاركوهم مؤونسكم، نحن شاركنا مؤونسنا مع السكان الصحراويين اللي وجدناهم في المدن الصحراوية، أما ما أخذوهم الجزائريون فهم كانوا رحال واستعملوهم ورقه سياسيه، خلطتهم على السكان ديال تندوف واستعملوهم ورقه سياسيه. انت سرعنا الارض ديالنا من اسبان بالمسيره الخضراء، ملي وجدنا الجيش الاخر اللي قال لنا الحسن الثاني ان إذا لقيتوا جيش آخر فإن جيشكم أمامكم ويحميكم، حمينا الجيش وحنا في 20 سنة من عمرنا شباب، وقفنا رجال وحمينا المدن بحائط أمني، وبقينا كنسابقوا مع الجزائريين على السكان الرحال، وكنجمعوهم المدن وأويناهم صلينا فيهم.
وكان الهم ديالنا هو حماية المدنيين، وكنا نتلقاو المعاناة، تنقل المؤونة القوافل من مدينة إلى أخرى، وعانينا الكثير. يذكرني هذا اليوم ديال ذكرى المسيرة الخضراء بعبقريات المرحوم جلالة الحسن الثاني الأب ديالي رحمه الله، الله يولي برحمة الله وجعله من الصحابة والمقربين للجنة إن شاء الله. وشجاعة المغاربة ككل، كانوا شجعان لا يخافون الرصاص، وكانت الشجاعة في المغاربة نساء ورجال وأطفال، وكل ما يذكروني في عبقرية المرحوم.